حقوق الإنسان بمصر، وقال السيسي أعلم بظروف بلاده وكفانا دروسا للآخرين. هل تغير الحوار؟ هو نفس السؤال يا حضرتك، نفس التصريح، ولكن بالتصريح يعني حسب رد السؤال الصحفي نفس ده، أو ده تصريح 2019 معدل شوية، ولكن هو حسب السؤال الصحفي بيسأل إيه. فالرئيس الفرنسي هو رئيس دولة ورئيس مسؤول وبيتكلم طبعا، برضو أما بيتكلم حضرتك بيتكلم عن المشاركة المصرية وفهمه للواقع المصري وفهمه للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، هو لا ينكر هذا ولا يجب أن ينكره أحد بصفة عامة هو أو غيره. تصريحه أنه لن نعطي دروس ده تصريح من باب يعني الحقيقة، نحن لا نتقبل دروسا من أحد برضو، نحن كشعب ودولة لا نقبل دروسا من أحد، لأن عندنا نعلم ولا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نتدخل في شؤون الآخرين. إذا هو تصريحه من تصريح دبلوماسي، لا نقبل ألا تدخل، ونحن لا نقبل تدخلا من أحد في شؤوننا، لأن أعلم بشؤوننا ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين. تصريحه كلامه أن الدولة فرنسا تعلم جيدا الدور المصري، تعلم جيدا الجهود الجبارة التي قامها مصر، تعلم الطفرة الاقتصادية التي حدثت في مصر، تعلم النمو، وعنده اكيد مؤشرات النمو الاقتصادي المصري اللي بيرتفع من سنه عن سنه، مؤشرات مصير الخبره الدوليه التي يعني تصرع يعني فترات يعني اخيرا الاسبوع اللي فات ان احنا تقدمنا والحمد لله اقتصاديا، في ثبات اقتصادي، في تفاؤل اقتصادي، في مؤشرات كبيره جدا. يعني الرسائل كانت للجانب الداخلي الرسائل المصري، هي رسائل دبلوماسيه، والداخل الفرنسي رسائل دبلوماسيه، ان الفرنسيين احنا كفرنسا مش هندي دوله كبيره زي مصر دروس، احنا مصر كبيره مصر كبيره، ان احنا ندها الدروس، واحنا كفرنسيين. انا بتكلم تحديدا على ما يخص حقوق الانسان، الكلام كان للداخل الفرنسي ايضا بجانب الداخل المصري، هو الكلام للداخل الفرنسي والداخل المصري وللصحفيين الفرنسيين الذين يسالون السؤال. الصحفي الفرنسي الذي يسال السؤال هو بيقول له، وهو بيقول له بناء على كل الصحافه الفرنسيه، نحن كفرنسا لا نعطي دروسا لمصر، لا نعطي دروسا لمصر. الصحفي نفسه اللي بيسال ده رد عن صحفي، والسؤال متكرر كتير النهارده، يعني مش عارف يعني سابوا كل شيء مسكوا حقوق الانسان زي ما الاستاذ خالد قال، فده كان رد رئيس دوله، نحن لا نعطي دروس لاحد. برضه بيقولوا اسكتوا شويه، يعني باللغه العاميه بتاعتنا احنا دوله، احنا دوله ومصر دوله، احنا عندنا حقوق انسان وهم عندهم حقوق انسان، هم اولى بطبيعه ظروفهم وهم يطبقون القانون. اذا كانت هناك نقول تجاوزات، فهناك القانون. ماذا يعمل القانون في مصر؟